وللحديث أكثر عن حادثة وفاة طفلين في مخيم أشتي في السليمانية في ظل استمرار مأساة النازحين في العراق، ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول مدير الشؤون القانونية في منظمة سكاي لاين لحقوق الإنسان محمد عماد. أهلا بك معنا أستاذ محمد. أهلا وسهلا بكم. أهلا بك أستاذ محمد. في حادثة مأساوية تسبب البرد القارس في وفاة طفلين في مخيم أشتي في السليمانية في ظل غياب المحروقات، بداية كيف ترى أوضاع النازحين بالمخيمات في العراق؟ نعم، في البداية تحية لكم وللسادة المشاهدين، ودعني أبدأ حديثي بتعبيرنا عن حزننا العميق وأسفنا الشديد لهذه الحادثة المؤلمة التي ألمت ليس فقط كل حقوق يتابع الأوضاع في العراق، لكن كل إنسان يتابع تبعات تردي الأوضاع الحقوقية في مخيمات النازحين واستمرار مسلسل طويل من الانتهاكات بحق أولئك اللاجئين والنازحين قسريا، سواء كان من قبل السلطات العراقية وأيضا من قبل بالشكل غير مباشر المجتمع الدولي الذي يتعمد إهمال هذه القضية عبر سنوات طويلة رغم المطالبات الدولية العديدة بالتحرك من أجل وقف ما يحدث اتجاه النازحين والمهاجرين في العراق. دعني أؤكد هنا على أن الحادثة الأليمة الأخيرة تؤكد أو تسلط الضوء من جديد على هذه المعاناة المستمرة. أكدنا خلال العام السابق، وبالمناسبة في أواخر العام السابق، أن تبعات أن يدخل البرد القارس إلى المخيمات غير المجهزة بشكل متعمد، بالمناسبة هي يتم إهمال الاحتياجات الأساسية سواء الاحتياجات الطبية ومن قبلها الاحتياجات الأساسية في موضوع التدفئة وإيصال المحروقات وأيضا تأمين تلك المخيمات. أكدنا أننا نخشى أن يصل هذا الأمر إلى نقطة الحادثة من وفاة عدة أشخاص، وهذا ما للأسف ما حدث، لكن نخشى الآن أن يتطور الموضوع إلى أعداد أكبر في ظل الإهمال المتعمد وعدم تحمل مسؤولية الأطراف السياسية كافة جراء ما يجري داخل المخيمات. هذا الإهمال المتعمد سيد محمد، ما الهدف من ورائه؟ نعم، إن كنا نتحدث عن الإهمال المتعمد داخل على المستوى العراق فهو يحدث تجاذبات سياسية لا يخفى على أحد، الخطة السياسية والمذهبية إن صح التعبير في تقسيم المسؤولية وفي تحميل كل طرف مسؤولية هذا الأمر، لكن في النهاية لا يمكن إعفاء السلطات العراقية الرسمية المعترف بها من قبل المجتمع الدولي مسؤولية ما حدث. هي السلطة المسؤولة عن هذا الأمر وهي السلطة التي تتعاون مع المجتمع الدولي في عدة حوادث أخرى غير وفي عدة مسارات أخرى. لماذا عندما نتحدث عن أزمة النزوح الداخلية إغفال هذا الأمر للسلطات العراقية؟ لا نستطيع الحصول على جواب من قبل السلطات العراقية رغم التواصل العديد مع تلك الجهات الأول. إنهاء وإغلاق معسكرات النازحين وتعريض حياتهم بعددهم القصرية المناطق التي فجروا ونزحوا منها، رغم أن تأثير الحرب في المناطق في العديد من المناطق وأكثرها لم يتم إعادة إعمار، بمعنى أنه لا يستقيم من الناحية المنطقية والواقعية حتى أن تقوم بإنهاء أو بإغلاق مراكز نزوح لعشرات الآلاف من الأشخاص وهم العودة إلى مناطق غير مجهزة وغير لا يوجد بها المتطلبات الدنيا من الحياة التي كفلها القانون الدولي. هذا على المستوى الداخلي، وأيضا على المستوى الدولي لا يخفي على المجتمع الدولي لا على المقر في الأرض العراقية أو حتى في مستوى الأمم المتحدة ما يجري من أزمات متتالية في بحق النازحين في العراق، وأيضا كنا قد تواصلنا مع العديد مع تلك الجهات الدولية حتى موجة القارس من أن هناك مشكلة في التعليم وأيضا على ونساء في تلك المخيمات، وكانت هناك بعض التصريحات القليلة التي لم تقع إلى التحرك على سلطة العراق نعم أقل أو حتى بالسلطة من أجل الوقوف ورد الانتهاكات التي تجري في المخيمات. وهنا نقول أن حادثة لا يمكن أن تعفي السلطات العراقية وأيضا المجتمع الدولي من تبعات ما جرى، ولكن نحن نعبر عن خشيتنا من أن يتبع هذه الحادثة لا قدر الله حوادث أن استمر الوضع على ما هو. إذن من هنا يعني غياب المحروقات في هذا البرد القارس، هل يمكن ربطه بتصريحات يعني وزيرة الهجرة التي أعلنت فيها نيتها غلق المخيمات؟ بكل تأكيد الآن هو الأمر يجري كالآتي. الحكومة العراقية دائما تخرج بتصريحات عدة أن موضوع النازحين العراقيين هو عبارة عن أزمة سياسية، وأيضا هناك المناطق تم إعادة تأهيلها
وايضا سنقوم في باغلاق المخيمات مره اخرى. هذا اولا. ثانيا، ما يتم ترجمته على ارض الواقع من حرمان تلك المخيمات المفتوحه هذه اللحظه من احتياجاتها الاساسيه. كلا الامرين يصبان في اتجاه واحد، وهو رفض التعاون او رفض توفير الاحتياجات الأساسية لمخيمات النزوح العراقية، وأيضا الاستمرار باتجاه خطة الحكومة العراقية في إغلاق المخيمات وعدم الالتفات لاحتياجاتهم الأساسية في مقابل معاناة عشرات الآلاف من الأشخاص دون أن يكون هناك حل منطقي للمضي قدما. بمعنى أنه إذا أردت أن تغلق أحد مخيمات النازحين، على الأقل أن يكون قد وفرت له البديل في مخيم آخر، أو أنك قد أتممت المناطق التي قدمت وفرت له الاحتياجات الأساسية، ثم بعد ذلك نتحدث عن إغلاق المخيمات وتوفير الطريق الآمن لإرسال أولئك الأشخاص إلى منازلهم وبيوتهم ومناطقهم. لكن أن نأتي في عز أو في ذروة أزمة الطقس الحالية التي تمر بها العديد من البلدان وعلى رأسها العراق في ظل مخيمات غير مجهزة، ومن ثم نتحدث عن إغلاق المخيمات وعدم إرسال المحروقات، هذا يعتبر بقرار غير مباشر بالقضاء على أو بإنهاء حياة مئات الأشخاص، لأنه كما تعلم أن تلك المخيمات جل من يخطونها هم من النساء والأطفال، وبالتالي صحيح. هم أكثر الناس وأكثر الفئات التي تتأثر بالتقلبات الجوية وأيضا بالتقلبات الأمنية والسياسية، وبالتالي يجب على الحكومة العراقية تجديد هؤلاء الأشخاص، مئات الألف من الأشخاص، التجاذبات السياسية لالتفات الاحتياجات الأساسية أولا وتوفير البديل لهم، ومن ثم أن نتحدث عن إغلاق المخيمات وإغلاق مراكز النزوح. لا أحد يتمنى أن يكون هناك أشخاص في مراكز نزوح. بالمناسبة، جميع من يهتم بالشأن العراقي أو يهتم بحقوق الإنسان يتمنى أن يرى جميع المواطنين وجميع الأفراد يقطنون في منازلهم، لكن إلى أن تتوفر هذه اللحظة ليس أقل من توفير احتياجات الأساسية لهم في مراكز تراعي أدمياتهم واحتياجاتهم. شكرا جزيلا لك، كنت ضيفنا عبر الهاتف من اسطنبول مدير الشؤون القانونية في منظمة سكاي لاين لحقوق الإنسان محمد عماد، شكرا جزيلا لك.